اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو اللي من خلاله راح نشرح كيفية كسب النقاط من خلال حل الاسئلة الخاصة بالمقالات. طبعا خدمة جديدة تم اضافتها الى منصة عالم بها الاحترافي، نقدر من خلالها نجمع نقاط، وهذه النقاط نقدر نستخدمها ونستثمرها في الحصول على الدورات المدفوعة. طبعا في البداية نحب ننوه على مجموعة من الفقرات. اول فقرة انه لابد انه عندك حساب بمنصة عالم بها الاحترافي، والحساب جدا سهل. في حال لو كان عندك حساب قديم وناسي معلوماته، حاول تسوي حساب جديد، واذا عندك حساب وحافظ معلوماته حاول تسوي تسجيل دخول بهذا الحساب حتى تستفاد من هذه الخدمة. طبعا في البداية اذا نجي للمقالات، عندنا هنا مجموعة من المقالات، مثلا هذه المقالة اللي هي انتبه بهذه الطرق والحيل التي يتم اختراق الواتساب، راح اضغط عليها. عندي هنا بالاسفل مجموعة من الأسئلة، طبعا انزل بالأسفل كلش، هذه اللي هي اختبارات المقال. طبعا كل مقال باختبار معين، ممكن مقال بخمسة أسئلة، ممكن مقال بست أسئلة حسب يعني قوة المقال وحجمه، وممكن في بعض المقالات ما بها أسئلة، يعني لابد انه انت تنتبه لي المقالات اللي موجود بها أسئلة تنزل بالأخير وتحل الأسئلة. كل سؤال تحله راح تحصل على نقطة، وراح نشرح لاحقا كمية النقاط اللي راح تحصلها شلون راح تستثمرها. اذا تجي هنا على هذه النقاط الثلاثة، اذا تجي تضغط هنا كليك، لاحظ انه عندنا فقط الدورات الكورسات والمقالات. اذا هنا ما عندك خانة الرصيد اللي هي مجموع النقاط، يعني انت ما مسوي تسجيل دخول، لابد انه تسوي تسجيل دخول. وايضا اذا جيت على السؤال الاول مثلا تريد تحله وانت ما مسوي تسجيل دخول، بشكل مباشر المنصه راح تحولك الى تسجيل الدخول. اذا انت عندك حساب تخلي هنا الايميل او رقم الهاتف وكلمه المرور وتدخل بشكل طبيعي للمنصه وتستثمر المقالات، وطبعا تدخل على كل مقال وتحل الاسئله بشكل طبيعي. واذا انت ما عندك حساب تجي على حساب جديد، هنا هذا الخيار اللي هو انشاء حساب جديد، تضغط عليه. راح يطلب من عندك معلومات بسيطة، اللي هو راح يطلب من عندك الاسم الكامل والبريد الالكتروني او رقم الهاتف. اذا عندك انت بريد الكتروني تخليه، ما عندك بريد الكتروني تخلي رقم الهاتف. وطبعا هنا الاسم الكامل ضروري تخلي اسمك الثلاثي، حتى بعدين بالفوترة نعرف اسمك ونضيف لك الكورسات المدفوعة، ويفضل باللغة العربية ينكتب الاسم الثلاثي. بريد الكتروني عندك او عندك رقم تليفون، لا بس اي واحد بيهن يرام. واذا انت مسوي حساب سابق وناسي معلومات مسوي بالبريد تخلي رقم التليفون، واذا مسوي برقم التليفون تخليه بالبريد. وعندك كلمة المرور وتعيد كلمة المرور وانشاء حساب، بشكل مباشر راح ينشئ الحساب، وايضا راح تطلع لك رسالة بها معلومات الحساب الجديد، حاول تحفظهن، تلتقط سكرين للمعلومات حتى تحتفظ بالحساب، لان يعني اذا سويت حساب جديد راح تروح النقاط اللي موجوده بهذا حسابك. طيب انا راح اسوي تسجيل دخول باعتبار عندي حساب. طيب راح اجي اضغط على تسجيل الدخول. الان تم دخولي بالمنصه، وحتى اتاكد انه انا سويت حساب يعني تم دخولي بالمنصه، اجي اضغط على هذه النقاط الثلاثه. راح لاحظ انه عندي هنا النقاط، هذه علامة الفلوس، يعني معناه انه حاليا انا مجهز لكسب النقاط. فاجي اضغط على هذا الخيار اللي هو المقالات. طبعا عندي اعلانات، هاي الاعلانات ممكن اضغط على اغلاق حتى اتخلص من عندها. واجي هنا الى مثلا هذا المقال، اضغط عليه هنا كليك، وانزل هنا بالاخير راح اشاهد عندي هنا الاسئلة. هذه هي الاسئلة، هذه هي الاسئلة. راح اجي على الاسئله سؤال سؤال، يفضل انه اجي ابدا من السؤال الاول. اجي الى السؤال الاول احله، اضغط عليه كليك، راح يوجهني للسؤال. طبعا بعد ما انفتح عندي هذا السؤال، هو السؤال هنا بالاعلى. طبعا عندنا سؤال هنا بالاعلى وثلاث خيارات بالاسفل، نختار احد الخيارات. اذا كان الجواب صحيح راح ينقلنا بشكل مباشر الى صفحه المقال. بالمناسبة ضروري انه تقرأ المقال بشكل كامل حتى الإجابة تكون صحيحة. طبعا عندنا محاولة واحدة فقط للإجابة على الأسئلة، فضروري تقرأ المقال بشكل صحيح حتى تجاوب على السؤال، لأن حرامات تروح من عندك نقطة. طيب الآن راح نجي مثلا راح أجاوب هذا الخيار وأجي أختار إرسال الجواب. طبعا راح تطلع لي هذه هي النافذة، للأسف الجواب غير صحيح. طبعا إذا كان الجواب صحيح راح يحولنا بشكل مباشر إلى
إلى صفحة المقال نفسه حتى نجاوب على بقية الأسئلة. وإذا كان الجواب خطأ راح تظهر لي بهذه الطريقة، راح يظهر لي هنا رسالة الجواب غير صحيح، وراح تظهر لي مجموعة الأسئلة المتبقية. أنا يعني السؤال الأول هذا بعد ما راح أقدر أجاوبه، يعني إذا أجيت هنا على السؤال الأول بعد ما راح أقدر أجاوبه، ليش؟ لأن هذا السؤال تم حله سابقا. فأجي إلى السؤال الثاني، هنا هذا هو السؤال الثاني، وطبعا عندنا هذا السؤال اللي هو واحد من الثغرات اللي يستخدمها الهاكرز في تهكير حساب الواتساب، والتي تعتمد على إرسال ملفات ضارة بصيغة. طبعا هذه الخيارات الثلاثة، فيديو بصيغة MP4، فيديو بصيغة 3GB، فيديو بصيغة MP3. طبعا أنا راح أجاوب أحد الإجابات وراح أخفي الإجابة. طبعا راح ينقلني بشكل مباشر لنفس صفحة المقال، هذا يعني أنه الإجابة صحيحة. فأنزل هنا بالأسفل، هذه بالأسفل، وطبعا بإمكاني أكمل بقية الأسئلة. طيب أنا هسه جاوبت سؤال وحصلت على نقطة صحيحة، إذا أجي هنا على هذه النقاط الثلاثة وأجي إلى الرصيد أو النقاط أضغط عليها كليك، راح يقول لي رصيد حسابك نقطة. وهكذا كل سؤال صح تجاوبه راح تحصل على نقطة، فأنت راح تبدي تجمع نقاط إلى أن توصل لحد معين، مثلا 100 نقطة أو 50 نقطة راح تحصل على كورس. وطبعا راح نشرح لاحقا في فيديو آخر كيفية عمل فوترة عندما توصل إلى مجموعة نقاط تصل إلى 100 نقطة مثلا، راح نشرح كيفية عمل الفوترة بحيث تقدر تحول هذه النقاط إلى كورس مدفوع. حاولوا تستفادون من هذه الخدمة العظيمة اللي من خلالها راح تقدر تطور مهاراتك وتثقف نفسك من خلال المقالات، بنفس الوقت راح تقدر تجمع كمية من النقاط حتى تحولها إلى كورسات مدفوعة. إن شاء الله يكون هذا الفيديو سهل، نلتقيكم في فيديو قادم بإذنه تعالى.